انا عايزك بقى تعمل ايه؟ تنشئ عبادة في قلبك تقربك من الله. ان انت مثلا تقول لبنتك مثلا يا ست البنات، ان انت تقول لزوجتك يا قمر عمري، تبتكر كلام وتبتكر افعال تقصد بها وجه الله. ان انت تجيب عبادة جديدة لم تدخل على حياتك تجدد بها حياتك، زي ما سيدنا بلال كده عمل ايه؟ صلى بعد الوضوء، لقى الوضوء جميل قوي 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 بيطهره فصلى بعد الوضوء. زي الصحابي لما دعا بعد القيام من الركوع لما أدرك الركعة، لدرجة أن حضرة النبي فرح قوي بالدعاء ده. لازم تعيش بقى حلاوة أن من حسن الإيمان ومن حسن الافتقار الإبداع في حب البديع. مش بنتكلم على أنك أنت تزيد ركعة في الصلاة، ولا بنقول لك أن أنت تجيب صلاة ستة، لكن تسن سنة حسنة في قلبك وبينك وبين الله. ده شيء هيخليك تحس بجمال الله سبحانه وتعالى وبحلاوة الافتقار بالله. إزاي؟ إن حلاوة الافتقار بالله تملأ قلبك بالنور. لأن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الإيه؟ سمى نفسه البديع. آخر حاجة، آخر خطوة، إن أنت تجلس 10 دقائق تخلو بالله سبحانه وتعالى، لتناجي الله سبحانه وتعالى، تناجي الله عشان تصل إلى أن يكون بينك وبين الله الإغناء. أنت فقير لله فيغنيك بنوره. يبقى إيه اللي حاصل؟ وانتقي صفة من صفات الله وناجي الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة. وتعالوا نشوف الصفة، مثلا نضرب مثالا بصفة نناجي الله سبحانه وتعالى بها لكي ندرب قلوبنا على ذلك. فقل وانت بتتعلق بصفة القدرة مثلا، وبتشعر بأن الله قدير، فتناجي الله فتقول له يا سلام، يا من أنت قادر على كل شيء وعبدك لا يقدر على شيء، وأنت تراني وقد قصرني كل شيء، وأنت يا مولانا تعلم أن هذا من وهمي، وأنت تقدر على أن تصرف أوهامي وتغسل قلبي من أوجاعي وتمنع عني أفكار السوء، وإني قد حسنت الظن فيك، فيا قدير أسألك أن تزيل عني أوهام نفسي، وإني على يقين أنك على كل شيء قدير. يا سادة، أقبلوا على الله وعيشوا التجربة اللي احنا قلناها لكم. عيشوا في سلام الافتقار، عيشوا مع الله سبحانه وتعالى هذا السلام، عيشوا مع الله هذا السلام بالصمت وبديع العبادات وبالخلوة مع الله، وناجوا الله سبحانه وتعالى باسم من أسمائه وبصفة من صفاته عشان يغمركم هذا السلام، سلام التعلق والافتقار بالله سبحانه وتعالى، سلام الافتقار الذي يفتح لقلبك بابا للأنوار، سلام الافتقار الذي يجعلك ترى جمال الغفار، سلام الافتقار الذي به ينزل عليك من الله سبحانه وتعالى كل العطايا ويزيل به عنك كل الأوزار. يا رب العالمين اجعلنا من أهل سلام الافتقار، واحكمنا لما تخوض تجربة ان انتوا تغرقوا في سلام الافتقار ايه اللي هيكون معاكم، وهننتظر تجربتكم دي في تعليقاتكم عندنا على الصفحة. يا سادة، سلام الافتقار باب من أبواب ذوق حلاوة الأنوار عندما يتجلى عليك بالجمال الغفار. يا رب اجعلنا من أهل سلام الافتقار يا رب العالمين، واجعلنا دائما في رضاك.